السلام عليكم. صلى على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده ان شاء الله هنعمل شويه رز بسمتي بالبهارات كده مبهرين، طعمهم حلو قوي، وهعمل كده تركايه. بصوا هتودي الرز البسمتي ده حته تانيه. يلا بينا. ده حل على النار، حط فيها معلقه من السمنه كده، نحط عليها نزل ببصلايه صغيره مبشوره ناعم. بص يا ست الكل، اهم حاجه البصله ما تحمرش، ماشي؟ احنا مش عايزينها تحمر، احنا اول البصله كده ما بتدبل وهي لسه بيضه بنستخدمها. ليه؟ علشان بتبقى مسكره، واخده بالك؟ فاحنا مش عايزينها ولا تصفر ولا تحمر، احنا عايزين بس اول كده ما تدبل وريحتها تبتدي تطلع على طول نحط الاضافات بتاعتنا. بص يا ست الكل، بصله ايه دبلت اهيت وريحتها طلعت. عندي هنا ايه؟ عندي كام ورقه لوري، عندي اتنين من القرفه، عندي كام واحده كبابه صيني، عندي لومي، عندي كام عود من القرنفل، عندي كام حبهانه، ولازم تفتحيهم، ضروري قوي تفتحيهم. ننزل كده البهارات الصحيحه، وشم بقى ايه الروايح بقى، شم الروايح، احلى روايح. عندي هنا جزرايه بشراها، حابه تستغني عنها استغني، بس هي طبعا بتدي الرز يعني طعم مسكر كده يبقى حلو قوي قوي قوي. بقرنين فلفل مهمين، دول مهمين. عندي ايه بقى البهارات؟ عندي اتنين شويه مرقه، يعني معلقه تقريبا، معلقه كبيره مرقه، وعندي شويه جنزبيل وده مهم قوي، وشويه كزبره وده مهم، وعندي شويه فلفل اسمر، وعندي نص معلقه من السبع بهارات. انزل كده عليهم. مش عايزه بقى اقول لكم الريحه، مش عايزه، الريحه فظيعه فظيعه، حلوه جدا. ابتدي اشم بقى، اول ما ابتدي اشم روايح البهارات بتاعتي، انا بنزل بالملح بتاعي اهوت، وبنزل بالكركم. طبعا لو عندك زعفران حلو جدا حطي شويه، لكن طبعا الزعفران غالي فايه، فحطينا كركم. بسيطة قوي، بصوا حاجة بسيطة قوي من ال، قولوا معايا من ايه اسمه ايه والله نسيت اسمه، من الكاري، بيديها نكهة فظيعة، حاجة بسيطة من الكاري. شوحت كده كل البهارات والفلفل والبصل، بنزل عليه بالمية المغلية. طبعا انا عارفة مقداري وايدي متعوده عليه، اللي مش عارف الرز البسماتي بياخد كوبايه ونص من الميه، يعني الرز المصري بياخد كوبايه رز كوبايه ميه، الرز البسماتي كوبايه ونص من الميه كوبايه من الرز. ليه؟ ما تحطيش ابدا كوبايتين، علشان هو بيعتمد السوى بتاعه على البخار، فكفايه قوي كوبايه ونص شوربه او كوبايه ونص ميه. التركايه اللي هتخلي لك الرز ده يروح في حته تانية، نص كوبايه حليب، يعني على كيلو رز كوبايه حليب، طبعا بتنقصيها من الميه، ماشي؟ دي نص كوبايه حليب. ليه الرز بتاع الافراح والمطاعم مختلف وتحسي ان طعمه حلو؟ عشان بيحطوا مع الشوربه او مع الميه حليب، بيوديه في حته تانية خالص. الشوربه بتاعتي غليت، انزل بالرز. طب انا نقع الرز، انا نقعت حوالي 10 دقائق مش اكتر من كده، يعني حطيته كده نقعته على ما اعمل البصله واحط البهارات والحاجات دي، بس مش اكتر من كده. حطينا كده الحليب، حطينا بهاراتنا والفلفل وكل حاجه، هنغطيه ونسيبه يتشرب. ايه
ايه على ما الرز بتاعنا يتشرب نعمل الدقوس. بصوا صوص كده حلو قوي وانا بحبه قوي قوي مع الرز. عندي كده طماطم عندي كم قرن فلفل حامي، تقدروا تستبدلوه طبعا لو ما بتحبوش الحامي يعني، لكن انا بحب الحامي. وعندي شويه من الكزبره كده تمام كده. الملح بتاعي عندي الكبه، استعملي الكبه انا بس الكبه ايه الكبه بعافيه شويه. عندي شويه نص معلقه فلفل اسمر، عندي نص معلقه ثوم، طبعا الثوم اساسي. عندي ليمونه ونص من الليمون، عصير ليمون. عندي شويه خل محترمين وهنضرب كل ده في الخلاط. الصوص ده رهيب رهيب، بصوا لازم يبقى كده يعني، انا كان ممكن انعمه، لا هو كده، هو بيبقى كده ماشي. طبعا انا حطيته في علبه مش في طبق اهو، مش في يعني، هقول لكم ليه انا حطيته في علبه من دول. دي الرز بتاعنا اتشرب، هنوطي عليه ونحط تحتيه شياطه ونسيبه براحته خالص لحد ما يستوي. بصوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا الرز بقى، بصوا الرز وجماله. بصوا هو لسه عليه شويه بس ايه، انا قلت اقلبه برده معاكم. بصوا قرن الفلفل ده هيودوه يعني، هيخلي طعمه كده حاجه تحفه تحفه. نغطيه كده قدامه 10 دقايق. ادي الرز بتاعنا، بصوا جماله، بصوا حلاوته، لا حاجه كده عظمه. بصوا انا هفضيه ايه في صينيه، وانا قلت لكم انا ليه هفضيه في صينيه. الحقيقه ان الاكل ده رايح لناس غاليين قوي على قلبي، بألف هنا وشفا على قلبه، فعشان كده انا هحطه في صينيه. وحملت كده فراخ مشويه، طبعا الفراخ المشويه دي انا نزلتها لكم كذا مره، لكن برضو هكتب لكم تحت الفيديو الطريقه بتاعتها تمام كده. الف هنا وشفا للي هياكل بقى كده. نحط ايه شويه زبيب، وبالف هنا وشفا للي هياكل. بس دي وصفتنا، ده الفيديو بتاعنا ودي وصفتنا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، قولوا لي رايكم في الكومنتات. سبتكم في امان الله، سلام عليكم.